السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه طيبه ابنائي الطلاب آه راح يكون عندنا اليوم درس التمثيل بالنقاط راح نحل فقره تاكد وتدرب وحل المسائل السؤال الاول استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الاتيه آه راح نبدا بالجدول الاول آه راح نحدد اصغر عدد واكبر عدد اصغر عدد موجود عندي في البيانات هو العشرين اكبر عدد هو الخمسين، فراح نحدد فئات متساوية على خط الاعداد، آه نبدأ من العشرين، خمسة وعشرين، آه، ثلاثين، خمسة وثلاثين، اربعين، خمسة واربعين خمسين آه ثم بعد ذلك راح نحدد آه نقاط آه موجودة آه داخل هذه الفئة. عندي داخل الفئة بيكون آه أربع نقاط كالتالي واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين وهكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 وهكذا آه، ثم نقوم بتحديد هذه النقاط. نلاحظ أن العشرين وجود العشرين واحد اثنين ثلاثة عندي العشرين تكرر ثلاث مرات آه، ثم نقوم بتمثيله على شكل إكس صغير بهذا الشكل ثلاث نقاط فوق بعض. أيضاً عندي الرقم خمسة وعشرين. شطب عليه علشان لا نرجع عليه مرة ثانية. خمسة مرة واحدة بهذا الشكل. أيضاً عندي الرقم تسعة هذا هو التسعة وعشرين. أيضاً عندي العدد خمسين أو خمسة وأربعين. خمسة وأربعين مرة واحدة. هذا الخمسة وأربعين. أيضا عندي الأربعين تكرر مرتان واحد اثنين ثم بعد ذلك آخر شيء عندي الخمسين تكرر أربع مرات واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا بالنسبة للجدول الأول نشوف الآن الجدول الجدول الثاني عندي الارقام اكبر عدد موجود عندي في البيانات هو العدد 11 اكبر عدد هو 11 اصغر عدد موجود عندي هو الخمسه هذا هو اصغر عدد الخمسه ثم نقوم الان نبدا من الصفر صفر خمسة عشرة خمسة عشر نأخذ هذه الأرقام آه، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة آه، ما بداخل كل فئة أربع أعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن طولها خمسة فداخلها يكون أربعة أعداد بهذا الشكل ثم نقوم بالتمثيل تمثيل كالتالي لاحظ وجود مثلا ناخذ الرقم سته الرقم سته واحد اثنين ثلاثه تكرر ثلاث مرات الرقم سته ثلاث مرات بعد الخمسه واحد اثنين ثلاثه هذا بالنسبه للعدد سته ايضا ناخذ الرقم سبعه واحد اثنين ثلاثه أربعة تكرر أربع مرات السبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أيضا الثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة أيضا الثمانية يكون أربع مرات هنا إحنا, إحنا وضعنا مكان الثمانية نوضع مكان السبعة أيضا أربع مرات بهذا الشكل سبعة ثمانية أيضا عندي التسعة تكررت ثلاث مرات التسعة ثلاث مرات هذا واحد اثنين ثلاثة كذلك الرقم عشرة تكرر مرتان واحد اثنين هذا بالنسبة للرقم عشرة ايضا عندي الرقم احداش هذا هو الرقم احداش تكرر مرة واحدة ايضا عندي الرقم خمسة هذا هو الرقم خمسة تكرر عندي مرة واحدة فقط هذا بالنسبة الى السؤال الثاني آه للسؤالين ثلاثة واربعة حلل تمثيل النقاط التالي آه عدد الاقراص المدمجه عندي الان التمثيل بالنقاط كما هو مبين في الشكل عين التجمعات آه التجمع او العنقود هو اكبر تجمع للبيانات القريبة من بعضها البعض نلاحظ ان اقرب تجمع او اكبر تجمع هو من ستة من ستة الى اتناش هذا هو اكبر تجمع اذا اكبر تجمع عندي من ستة الى اتناش الفجوات هي المنطقة التي تخلو من النقاط عندي المنطقة التي تخلو من النقاط تبدأ من 12 إلى 20 إذن الفجوات تكون من 12 إلى 20 آه ثم بعد ذلك آه نوجد القيم المتطرفة القيمة المتطرفة هي التي تكون بعيدة عن بقية القيم آه لا يوجد قيمة متطرفة إلا العشرين فقط إذا على يمين خط العداد القيمة المتطرفة هي العشرين الأربعة ليست قيمة متطرفة لأنها قريبة من النقطة 6 ثم احسب المدى مدى البيانات كما يلي نحسبه كالتالي أكبر عدد وأصغر عدد في البيانات إذا نقول له المدى يساوي ناخذ له أكبر قيمة هي عشرين ناقص أصغر قيمة هي الأربعة يساوي 16 إذا مدى البيانات يساوي 16 ثم بعد ذلك نقوم بايجاد آه المدى مرة اخرى بعد التغيير اذا اضيفت القيمة ثلاثة الى مجموعة البيانات يعني اضفنا هنا الان مثلا الثلاثة راح يتغير المدى راح يكون المدى نقول له راح يصير من عشرين ناقص ثلاثة يساوي سبعة عشر اذا نقول له صف المدى نقول له سوف يتغير من ستة عشر الى 17. هذا بالنسبة لسؤال ثلاثة وأربعة. الآن عندي الأسئلة من خمسة إلى ثمانية. حلل تمثيل النقاط المجاور واستعمل المعلومات التالية: سأل وائل زملائه عن عدد أكواب الماء التي يشربونها في يوم عادي. فكانت اجابتهم كما هو مبين في التمثيل المجاور. اي الاجابات كانت اكثر تكرارا من خلال التمثيل الموضح المجاور اكثر تكرارا هو واحد شوف الان الواحد او الاثنين الواحد او الاثنين عليه اربع نقاط اذا نقول له واحد او اثنين هذا هو اكثر تكرار. آه، ثم بعد ذلك السؤال الاخر اي الاجابات كانت اقل تكرارا اقل تكرارا هو الثلاثه او اربعه آه، ما مدى البيانات المدى اكبر عدد هو خمسه ناقص صفر يساوي خمسه اذا مدى البيانات يساوي خمسه صف كيف يتغير المدى إذا أضيفت قيمة أربعة أخرى إلى مجموعة البيان يعني إذا أضفنا نقطة إضافية الأربعة بهذا الشكل إذا نقول له يبقى ثابت المدى لا يتغير نقول له يبقى يبقى ثابتا هذا بالنسبة للأسئلة من خمسة إلى ثمانية السؤال التاسع استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الآتية آه رح نبدأ نشوف أصغر عدد هو الواحد هذا هو أصغر عدد أكبر عدد عندي موجود هو 12 آه رح نكتب جميع الأرقام بإمكاني أكتب جميع الأرقام أو أخليها على شكل فئات آه نكتب جميع الأرقام واحد آه اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 بهذا الشكل ثم نقوم بتحديد النقاط النقاط عندي الرقم واحد تكرر الرقم واحد واحد اثنين ثلاثة ثلاث مرات تكرر في الجدول واحد اثنين ثلاثة اه الرقم اثنين تكرر واحد اثنين ثلاثة اربع مرات واحد اثنين ثلاثة اربعة اه الرقم ثلاثة تكرر واحد اثنين مرتان فقط اه الرقم اربعة واحد اثنين تكرر مرتان الرقم اربعه الرقم خمسه تكرر مره واحده فقط آه، الرقم سته الرقم سته عندي الرقم سته مره واحده الرقم سبعه غير موجود الرقم ثمانيه غير موجود تسعه غير موجود آه، الرقم عشره مرة واحدة أه ثم آخر شيء عندي أه الرقم 12 مرة واحدة بهذا الشكل أه ننتقل الآن إلى الجدول الآخر أه الجدول الآخر أه يوجد لدينا أه مجموعة من الأعداد أه عندي أكبر عدد هو العدد 48 وأصغر عدد هو الثمانية نبدأ بالخمسه بهذا الشكل خمسه آه عشره ناخذ طول الفئه آه خمسه آه عشر عشرين خمسه وعشرين ثلاثين خمسه وثلاثين اربعين طبعا نضيف جزء من البيانات خمسه واربعين خمسين بهذا الشكل ثم نضع داخل كل فترة أربع أرقام بهذا الشكل لأن طول الفئة كم يساوي خمسة فداخل كل فئة أربعة أرقام ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ثم نبدأ الآن بتحديد النقاط بتمثيلها نبدأ بأي عدد بشكل حتى لو كان عشوائي مثلا نأخذ العدد 12 واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني حتى لو كان في واحد ما انتبهنا إليه في الأخير راح نضيفه فاحنا راح نشطب على الجدول علشان لا ننسى أي رقم من الأرقام فالـ 12 الآن موجود عندي تكرر أربعة مرات آه مثلا الرقم عشرين واحد اثنين اذا مرتين الرقم عشرين واحد،, آه واحد اثنين الرقم ثمانية واحد اثنين الرقم ثمانية مرتين آه عندي الثمانية بيكون في هذا المكان واحد اثنين آه ثم بعد ذلك ناخذ رقم اخر الستعش واحد اثنين ثلاثة 16 طبعا بيكون بعد الخمسة مباشرة واحد اثنين ثلاثة أيضا عندي ثمانية وأربعين ثمانية وأربعين قبل الخمسين بعددين واحد ثمانية وأربعين مرة واحدة فقط ثم بعد ذلك الأربعة وعشرين مرتين هذه هي الأربعة وعشرين واحد اثنين وكذلك عندي

Uh, 11. ايضا نفس الطريقة التمثيل uh, نلاحظ ان اصغر عدد هو السبعة وتسعين اكبر عدد هو مئة وخمسة وثلاثين راح نبدأ من خمسة وتسعين خمسة وتسعين uh, ثم بعد ذلك مئة مئة وخمسة uh, مئة وعشرة مئة وخمسة عشر مئة وعشرين مئة وخمسة وخمسة ثم بعد ذلك يكون عندي تجزئات الفترة داخل كل فترة اربع ارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة, واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة. واحد اثنين ثلاثة اربعة بالنسبة الى الفترات اذا كان طول الفترة يساوي ستة فداخل كل فترة يكون في خمس اعداد اذا كان طولها عشرة داخلها بيكون تسعة ارقام وهكذا نبدأ الآن بتمثيل النقاط راح نبدأ اولا ناخذ مثلا المئة المئة واحد هذا هو المئة واحد مرة واحدة فقط. المرة مئة واحد بهذا الشكل. ثم نأخذ المئة المئة تكرر مرة واحدة أيضاً. هذا هو المئة. آه ثم نأخذ المئة وعشرين المئة وعشرين أيضاً مرة واحدة. هذا هو مئة وعشرين. آه ثم أيضاً نأخذ مئة وخمسة المئة وخمسة مرة واحدة أيضاً. هذا هو 105 ال108 وثمانية. ال108 وثمانية تكرر مره واحده فقط هذا هو 108 ايضا عندي 122 122 مره واحده هذا هو 122 ايضا عندي العدد 99 مره واحده أيضا عندي ثمانية وتسعين مرة واحدة وسبعة وتسعين مرة واحدة عندي أيضا العدد مئة وستة وعشرين مئة وستة وعشرين مرة واحدة والعدد مئة وخمسة مئة وخمسة عشر مرة واحدة هذا هو مئة وخمسة عشر أيضا عندي العدد مئة مئة وثلاثين مرة واحدة العدد مئة وخمسة وثلاثين مرة واحدة العدد مئة وتسعة وعشرين مئة وتسعة وعشرين مرة واحدة وأيضا عندي العدد مئة وعشرين مئة وعشرين في عددين طبعا المئة وعشرين هذا عندي صار عندي المئة وعشرين مرتين بهذا الشكل هذا بالنسبة إلى السؤال الحادي عشر نشوف الآن السؤال الثاني عشر عندي أعمار الطلاب عندي أصغر الأعمار هو العدد 12 وعندي راح نكتب جميع الأرقام لأن أرقام قليلة اللي عندي والعدد ثلاثة عشر والعدد أربعة عشر نشوف عدد مرات التكرار الثلاثة عشر عندي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية عندي 13 نحسبها من جديد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا في ثمانية عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذا بالنسبة إلى العدد ثلاثة عشر عندي الأربعة عشر الأربعة عشر تكرر مرتين بهذا الشكل عندي العدد اثنا تكرر خمسة ستة سبعة ثمانية أيضا عندي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لاحظ أن هذه النقاط تساوي 18 جميع هذه النقاط هي 18 هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني عشر. الأسئلة من 13 إلى 16 حلل تمثيل النقاط التالي الذي يبين تسجيلا لدرجات الحرارة العظمى في 50 مدينة على مستوى العالم كما هو مبين في التمثيل بالنقاط. السؤال الثالث عشر ما مدى البيانات مدى البيانات ناخذ أكبر عدد هذا هو أكبر عدد سبعة وخمسين ناقص أربعة وعشرين إذا نقول له مدى البيانات سبعة وخمسين ناقص أربعة وعشرين يكون الناتج ثلاثة وثلاثين أي درجات الحرارة أكثر تكراراً هذا عندي أكثر تكراراً عند الرقم 42 وأربعين إذا نقول له 42 وأربعين درجة سليزية عين التجمعات سؤال الخامس عشر عندي التجمعات أكبر تجمع يبدأ من الثمانية وعشرين نقول له من ثمانية وعشرين أكبر تجمع إلى ستة 1948 هذا هو التجمع أو العنقود آه أيضا طلب مني الفجوات 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 عندي مجموعة من الفجوات عندي من 24 إلى 28 من 24 إلى 28 آه هذه إحدى الفجوات وأيضا عندي من 46 إلى 49 46 وأربعين إلى تسعة وأربعين هذي فجوة أخرى. وأيضا من تسعة وأربعين إلى اثنين وخمسين. تسعة وأربعين إلى اثنين وخمسين فجوة أخرى. وأيضا عندي من اثنين وخمسين إلى سبعة من اثنين وخمسين إلى سبعة وخمسين فجوة. الآن عندي القيم المتطرفة. القيم المتطرفة عندي اربعة وعشرين هذه موجودة. هذه هي الأربعة وعشرين والسبعة وخمسين إذن القيم المتطرفة نقول لها هي سبعة وخمسين وأربعة وعشرين واحدة بتكون على اليمين والأخرى على اليسار عندي سؤال 16 إذا كانت درجة الحرارة سبعة سبعة وخمسين درجة سيليزية ليست جزءا من البيانات فصف كيف يتغير المدى يعني افترض ان هذه سبعة وخمسين غير موجودة فراح يصير عندي المدى اثنين وخمسين راح يصير المدى اثنين وخمسين ناقص اربعة وعشرين راح يكون الناتج ثمانية وعشرين نقول له راح يتغير المدى من ثلاثة إلى ثمانية إذا الوصف راح يكون كما يلي. سوف يتغير المدى من ثلاثة إلى ثمانية هذا الإجابات بالنسبة إلى الأسئلة من ثلاثة عشر إلى ستة عشر. بين ما إذا كانت كل من العبارتين التاليتين صحيحة دائماً. أو أحيانا أو غير صحيحة أبدا ووضح إجابتك إذا أضيفت قيمة جديدة من البيانات إلى مجموعة فإن المدى يتغير هنا طبعا الإجابة نقول لا يتغير أحيانا تغير يكون أحيانا إذا أضفنا قيمة كبيرة أو صغيرة يكون أحيانا إذا كان هناك تجمع فإنه يظهر في وسط التمثيل بالنقاط هذا أيضا يكون الإجابة صحيحة أحيانا صحيحة أحيانا قد يظهر العنقود أو التجمع في بداية البيانات أو في نهاية البيانات السؤال التاسع عشر كم طالبا يقرأ أربع كتب أو أكثر اللي يقرأ أربع كتب هذا هم عدد الطلاب الأكثر من أربعة كتب بهذا الاتجاه. فنجمع جميع هذه النقاط واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. اذا كم طالب يقرأ أربعة كتب أو أكثر؟ نقول له عشرة طلاب. كم يزيد عدد الطلاب الذين يقرؤون كتابا واحدا أو كتابين على الطلاب الذين يقرؤون خمسة أو ستة؟ ما نقول لي خمسة أو ستة؟ واحد أو كتابين فنجمع واحد واثنين هذه المجموعة فيها ستة طلاب وعندي المجموعة أربعة وخمسة فيها ثلاثة طلاب الذين يقرؤون خمسة وستة ثلاثة والذين يقرؤون كتابا واحد أو كتابين ستة فيزيد عدد الطلاب يكون ثلاثة طلاب إذن كم يزيد عدد الطلاب الذين يقرؤون كتابا؟ يزيد ثلاثة طلاب عن الذين يقرؤون خمسة أو ستة كتب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.